اهلا بكم. قبل ما نبتدي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. هنتكلم النهاردة عن عام 2023. عام 2023 يدق الأبواب. هنتعرف مع بعض على توقعات أبراج 2023، قناة توقعات الأبراج اليوم، والمفاجآت المنتظرة، وما هي الأبراج الأكثر حظا وما هي الأبراج الأقل حظا. أول حاجة، بيبحث الكثير من الأشخاص عما تغبئه الأبراج خلال العام الجديد، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي أو العاطفي. ومن هنا نوضح معا أبرز توقعات الأبراج عام 2023 من قناة توقعات الأبراج اليوم على كافة الأصعدة وفقا لمسار الشمس وحركة النجوم والكواكب. ونبدأ بتوقعات أبراج عام 2023 من قناة توقعات الأبراج اليوم لكل برج. حرصت قناة توقعات الأبراج اليوم الخبيرة في الأبراج على تقديم أهم التوقعات الفلكية لعام 2023 مع رسم الخطوط العريضة لكل برج من خلال التركيز على الأبراج الأكثر حظا والأقل حظا. وقد ذكرت قناة توقعات الأبراج اليوم أن الأبراج الأقل حظا سوف تواجه بعض العقبات والمشكلات خلال عام 2023، ولهذا نقدم فيها ما يلي أهم التوقعات الأبراج عام 2023 لكل الأبراج. وطبعا قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة واعمل لايك على الفيديو ونشر الفيديو ليصلك كل جديد في كل ساعة. وتقدم قناة توقعات الأبراج لعام 2023 مفاجآت وتحذيرات لهذه الأبراج. وأول برج معانا وهو برج الحمل عام 2023. عام 2023 هو عام التركيز لمواليد برج الحمل اللي بيبدأ من 21 مارس ل 20 إبريل. ففي النصف الأول من هذا العام بيدعم كوكب الحظ المشترى هذا البرج ليعطيه فرصة الحظ سواء على الصعيد المهني أو العاطفي. وعلى الجانب الآخر هناك صعوبات وعقبات قد تقابل مواليد برج الحمل خلال النصف الثاني من عام 2023. لا يعني ذلك للتشاؤم، بل يعني وجود تحديات كثيرة بيفضلها مواليد برج الحمل، مما يجعل النصف الثاني من السنة مليئا بالمغامرات. ونصحت قناة أبراج توقعات الأبراج اليوم بضرورة الحفاظ على التوازن بين الدخل والمصاريف لمواليد هذا البرج. أما توقعات برج الثور لعام 2023، إن مواليد برج الثور اللي بيبدأ من 21 إبريل ل 20 مايو سنة 2023 هي سنة الجراءة والحظ وعلى غير العادة. وبيحظى مواليد برج الثور بالكثير من التغيرات وفي عادات تفكيرهم، مما يدفعهم للتحرر من القيود أو ضغوط حولهم. وبتبدأ سنة الحظ ليهم في 16 مايو لتستمر سنة كاملة حتى مايو 2024. وبيتميز هذا العام بحسن التصرف أمام أي مفاجآت، وبالإضافة لوجود نضج في التعامل على الصعيد المهني والاجتماعي. أما توقعات برج الجوزاء لعام 2023، مواليد برج الجوزاء بيبدأ من أول 21 مايو ل 21 يونيو. بيكون لديهم سنة اجتهاد وهيبقى عندهم نشاط واجتهاد في عملهم، ولن تكون سنة سهلة معظم الوقت، إلا أن النصف الأول من العام سيكون أفضل من النصف الثاني. وبيشترط هنا الاجتهاد بشدة من أجل تحمل كافة المسؤوليات الكبيرة اللي هتكون عليهم خلال هذا العام، وهذا من خلال استخدام الذكاء والابتعاد عن الفخر الزايد بإنجازاتهم. بعد كده هنتكلم عن توقعات برج السرطان لعام 2023. مواليد برج السرطان بيبدأ من 22 يونيو ل 22 يوليو، وهتكون سنة هدوء وراحة نفسية عليهم، ولن يقابلهم تحديات كبيرة. فممكن ان السنة بتبدأ بشكل معاكس ليهم، ولكن كل شيء سوف يتحسن تدريجيا مع الوقت، خصوصا مع اول 7 مارس. برج السرطان هيكون حظه مضاعف خلال هذا العام.
ومن المتوقع تزايد التحسن في مجال العمل، كما تتاح له الفرصة هذا العام فرص جيدة للسفر سواء خارج البلاد أو داخل البلاد، وسوف تكون سنة مليئة بالحركة والعمل والاجتهاد لهم. أما توقعات برج العقرب لعام 2023، إن مواليد برج العقرب بيبدأ من 23 أكتوبر ل 22 نوفمبر، وسنة 2023 لبرج العقرب بتعني سنة التحرر والحذر، وبدءا من 7 مارس ليبدأ كوكب زحل في دعم برج العقرب لينشر البساطة والتلقائية والحماس والقبول على باقي الشهور، وهذا الأمر بيزيد من الثقة بالنفس مما يساعدهم على تحقيق الأهداف واكتساب حكمة لإدارة شؤونهم كلها، كما تزيد فرص الارتباط العاطفي خلال هذا العام. أما يا برج القوس، ماذا يخبئ لك برجك في السنة الجديدة؟ إن مواليد برج القوس بيبدأ من 23 نوفمبر ل 21 ديسمبر، وبتعتبر سنة 2023 سنة التفاؤل للقوس برغم الضغوط اللي قد يمر بيها. فعلى الرغم من زيادة الضغوطات خلال هذه السنة، إلا إنهم يتمتعون بروح التفاؤل اللي بتساعدهم على مواجهة أي أزمة عندهم. وقد يجد مواليد هذا البرج العديد من المعاكسات طوال العام، لذا بينصح باستخدام المفتاح السحري للمرور من أي أزمة، وهو التفاؤل وعدم الإحباط. بعد كده هنتكلم عن توقعات برج الجدي لعام 2023، وإن برج الجدي بيبدأ من 22 ديسمبر ل 19 يناير، بينتظرهم عام الانتصارات والتألق، فهو أكثر الأبراج حظاً، حيث تكون سنة 2023 رائعة ومميزة لهذا البرج رغم وجود معاكسات مهنية في بداية العام، وبيعم شعور عميق بالراحة والسلام خلال العام، كما يتم اكتساب ثقة أكثر بتساعدهم على التخطيط الجيد للمستقبل مع تحقيق تقدم ملحوظ رغم أي عقبات، ولكن بينصح بدراسة أي قرار مالي خلال الفترة من 22 مارس حتى 11 يونيو. أما توقعات برج الدلو لعام 2023، إن مواليد برج الدلو بيبدأ من 20 يناير ل 19 فبراير، وإن سنة 2023 لبرج الدلو هي سنة الإصرار على تحقيق الأحلام، وهي سنة تعويضات لما حدث في السنوات الماضية، كما تحتوي على مزيد من السعادة والتفاؤل والوعود الجميلة. وأهم نصيحة لمواليد برج الدلو، وهي عدم الإغفال عن الواقع المادي نظراً لتضييع الأموال التي تبذر فيها، كما ينصح أيضاً بالخوض في عالم المغامرات ولكن بشكل مسحوب جيد، ولا تتردد أبداً في تصحيح أي خطوة خاطئة تؤدي إليك إلى أذى. ومعانا توقعات برج الأسد عام 2023. مواليد برج الأسد بيبدأ من 23 يوليو ل 22 أغسطس، وبتعتبر سنة 2023 لبرج الأسد هي سنة الحرية، وفي نفس الوقت سنة التناقض، فهيكون بعض التشتتات ما بين رغبتهم في التصرف بحرية ورغبة تحقيق الطموحات، وجنباً إلى جنب رغبتهم في مواجهة التحديات والصعوبات. وبتبدأ السنة بمزيد من الفرص اللي بيفضل استغلالها إلى أن ينتهي الحظ في 16 مايو، وفي خلال هذه الفترة هيكون هناك استعداد كبير لزيادة المعرفة، وإنهم هيكتسبوا خبرة من المقربين منهم. أما توقعات برج العذراء ل 2023، إن مواليد برج العذراء بيبدأ من 23 أغسطس ل 22 سبتمبر، وبيشهد عام 2023 العديد من القفزات والتغيرات لبرج العذراء، فهناك ضرورة التحول من حال لآخر خلال العام، وإن هناك تغيرات ومفاجآت منتظرة لهذا البرج، وبينصح بقبول تلك التغيرات ومحاولة التكيف مع كل جديد هيمر عليك بكل شجاعة وجراءة، خاصة مع بداية السنة حتى 25 مارس،
نظراً لوجود أوضاع معاكسة هتقابلك، فحاول إنك تتحمل أي شيء أنت هتمر بيه. أما توقعات برج الميزان لعام 2023، إن مواليد برج الميزان بيبدأ من 23 سبتمبر ل 22 أكتوبر، وتمثل سنة 2023 سنة الضغوط والتخطيط لمواليد برج الميزان، حيث تبدأ السنة بضغوط كبيرة وتستمر حتى 16 مايو، مما يتطلب اتخاذ القرارات المصيرية بحرص شديد مع عدم الخوض في المغامرات المالية. ومع ذلك بيكون في أوقات بتتسم بالحظ والإصرار وروح التفاؤل، وبيكون في حماس وحركة ورغبة في المعرفة، وده بيساعد على تطوير الأحوال لأحسن سواء العملية أو الصحية. بعد كده هنتكلم عن توقعات آخر برج معانا، وهو برج الحوت لعام 2023، وإن مواليد برج الحوت بيبدأ من 20 فبراير ل 20 مارس. بيتمتع هذا البرج بسنة بناء ونضج وتوسع، ورغم وجود بعض العقبات خلال عام 2023 إلى أن هناك فرصا جيدا لجني ثمار سنة 2022 من وقت لآخر. وبتحس بشعور بالارتباك والضغط وتحمل المسؤولية الكبيرة، وليس من الشرط أن يكون هناك مكاسب كبيرة في هذه السنة، إلا أنها بتعتبر سنة بناء وقدرة على تنظيم الحياة. واحذر التواريخ القادمة وتعامل بكل سرية وكتمان، وابتعد عن أي فخر بإنجازاتك من 1 يناير حتى 7 مارس. أما بقى إيه هي الأبراج الأكثر حظاً في 2023؟ تعالوا نشوف. وهو برج الجدي وبرج الثور وبرج السرطان، كما يمكن إضافة برج الحمل لهم، نظراً لأن كوكب المشتري بيستمر في جلب الحظ لهم لمدة لا تقل عن 4.5 شهور خلال العام الجديد لعام 2023. أما الأبراج الأقل حظاً في 2023 هو برج الجوزاء وبرج القوس، ويمكن أن نضيف إليهم برج الحوت. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة، وقناة توقعات أبراج اليوم تتمنى حظ موفق لجميع الأبراج للعام القادم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.